عندما سئل الملاكم العالمي محمد علي كيف وصلت إلى درجة الامتياز في هذا المجال، أجاب قائلا أن الكفاءة وحدها ليست كافية، بل لابد من أن يكون لدى الشخص خيالا خصبا وأحلاما. والت ديزني الذي أسس الرسوم المتحركة وحقق نجاحا باهرا وأموالا طائلة بعد فشل المريع أولا، والذي طرد من صحيفة بحجة ضعف مخيلته وأن أفكاره تقليدية، فأصيب بصدمة، لكنه أكمل مشواره، وبعد تحقيق حلمه قال: ما تستطيع أن تحلم به تستطيع تحقيقه. جرب وتخيل واحلم، كل شيء يحدث دائما في العقل أولا، فلذلك عندما ترى نفسك ناجحا أو تتصور نفسك شخص ناجح فأنت تصبح شخص ناجح بالفعل. الحلم والخيال يخلقان لك قوة ذاتية، وأجمل ما في الخيال والأحلام أنها بلا حدود. إذن تخيل واطلق العنان لأفكارك وأحلامك. أجريت تجربة على مجموعة أشخاص يجلسون في غرفة باردة، يرتدون ملابس مبللة، وعن طريق التخيل وتصور الحرارة التي في أجسامهم نجحوا في رفع درجة حرارة أجسامهم إلى درجة جفت فيها ثيابهم المبللة. هذه تجربة. نعم، وهذا هو التخيل، له قوة رائعة، إنها قوة وسحر التخيل. ولديك محمد الفاتح الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. القسطنطينية سابقا عاصمة رومانيا، وحاليا إسطنبول عاصمة تركيا. استطاع محمد الفاتح أن يحقق حلما عجز المسلمون عنه عبر عدة قرون عن طريق قوة التصور والتخيل. فقد كان كل يوم يأخذ فرسه عندما كان في العاشرة من عمره، ويركض ويخوض به البحر، ويتخيل أنه يعبر البحر ليصل إلى القسطنطينية ويفتحها، إلى أن يشعر بالتعب فيعود، ولكن خياله يستمر في حلمه إلى أن حققه يوما ما. أطلقوا العنان لأفكاركم وأحلامكم وتخيلاتكم. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطول خطى أرض الطريق، يهمني حلم البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق. لو حتى تهنا يا صديق يرجع له قال
على حلمنا، بس احنا نحلم.